حضور كريم أهل الحفل دعوكم محبة وتقدير وأنتم أرددتم وفاء معروفا فأهلا بكم وحياكم الله للضيوف الكريمة يبقيها سعادة الأستاذ محمد الغزل الحكيم يتفضل المشهور
فأتى إليها الإمرأة إنها امرأة لديها طفل يتيم تبكي من الجوع. ماذا قال؟ قال بني حملة: لا أتواضع لذلك. قال: اسحب أو خذ أكبر من الجبوش واذبحها لها عشاء، وكل يوم ترصف لي غدايا وعشاء. هذا هو لا اختصر الوضع على الشجاعة والجرأة، بل كل ما حل في مكان أول ما يأسد المجلس. وهذا التقى من اتقى الله جعل له نصرا ورزقه من حيث لا يحتسب. بني في ذريتي من تاريخ أخو هذا إلى الآن عادة الفيلات مجد وفخر وتاريخ تعتز بقبيلة الفيلة. أخو هذا ليس عزوة لقبيلة الشامي فقط، بل كان عزوة لقبيلة الفيلة، بل كان عزوة للعرب قاطبة. كل من أتى إليه نوائب الزمان ينصر هذا الرجل ويقضي حوائجه. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يبدله خيرا من ذلك. أما الفيلات وقبيلة الشياطين فقد وافقوا المؤسس الملك عبد العزيز في فتح الحجاز وقد أنجزوا، فكان لهم تاريخ. وها هنا وها هنا وها هنا في هذا المساء نذكر التاريخ ونذكر المجد لقبيلة نحن نفتخر بها كقبيلة الشياطين. قبيلة الشياطين ساهمت إسهام كبير في بناء هذا الوطن برجال الدولة والمفقهين والعلماء ورجال المال ورجال الإعلام. بارك الله فيكم، ومهما أقول عنكم في هذه الرجالة لا أفيد حقا. كتاب من الله أشكره على نعمة الأمن والإيمان وعلى طاعة هذا البلد وعلى حبنا لهذا البلد بلد الخلفين. شكرا لحكومتنا الرشيدة التي هيأت لنا في كل مناسبة في كل قاعة الأمن والأمان وطاعة الرحمن. أعذروني على الإطالة، إن أصبت فهو بتوفيق من الله، وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان. تقبلوا تحيات أخوكم محمد وردة لمطر الخليلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.